السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا اليوم شرح على تطبيق على أندرويد والآيفون أيضا موجود. تطبيق هذا فونيوم، تطبيق هذا للتعدين عملة الفونيوم، وعملة هذه موجودة على تريست والت. أروح على تريست والت، ننزل أسفل، إضافة العملة سهل جدا كما تشوفوا. العملة هذه راهي طايحة دركا، راهي تحت 3.71% كما تشوفوا. هذه العملة هايليك، نحن نستثمر في هذه العملة لأنها عملة، أي عملة ما نستحقلوش بها، ممكن في أي وقت تطلع مع تحسن سعر البيتكوين. أولا نذهب للتطبيق، سهل جدا الاستخدام. نذهب إلى هنا كما تشوفوا، هذا هو التطبيق. لدي تطبيق آخر أيضا مرتبط به، كل يوم تأخذ هنا من الحصة الخاصة بك. سبين عنده تاب كارد ديزانفيتاسيون ومشاهدة الفيديوهات، وهنا حتى عملت ان اف NFT موجودة أيضا، أنا خدمتهم اسمها هبطهم. عندك لأن كيف العملة اللي نحكو عليها، مثال عندي بونس هنا سوف أقوم هنا أيضا، يعني تطبيق رائع. يوميا تدخل تأخذ، يوميا تدخل تأخذ بونص تاعك بدون عمل أي شيء. كما تشاهدوا أعطينا 5 دقائق، كملنا هنايا. المهم نعود نرجع للتطبيق تاعنا، وهنا ايضا نسيت، ايضا يوميا هنا تجدون البونص، وهنا كما قلت لكم الأملة هذه ضموها الأملة الأخرى. تعود إلى هذا التطبيق ما تشوفوا، وهنا تعدين، تأتي إلى هنا، هذا هو التعدين، البرنامج يعدن لوحده. هنا تريد أن تدفع ديبوزيت، وهنا إذا أردت تغيير العملة
تضغط اوكي يوجهك الى هذا التطبيق وتنزله، وهذا التطبيق يتعامل مع التطبيق الاخر لتغيير العملة الذي تشاء. انا كما تلاحظوا تطبيق يعني الله يبارك، هنا ويدراو اذا اردت سحب العملة. كما قلت لكم العملة هذه موجودة على تريسوالات، ها هي الإحالات ربحوا بزاف. من الإحالات يسمى تشارك الرابط مع أصحابك، وتقدر تقدر أيضا دير إذا عندك ثلاث هواتف ولا زوج هواتف ولا أربع هواتف تقدر تعمل بالموقع نورمال عادي. كان هذا هو شرح خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.